ايه قصر العدل هذا؟ لا في عدل ولا في شيء، كله قضاة برتشيين وطبعين السياسيين. بعد أقل من 24 ساعة على قرار المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات إخلاء سبيل جميع الموقوفين في ملف مرفأ بيروت، والذي يفترض أن يتضمن منعا للسفر، غادر رئيس مصلحة الأمن والسلام في المرفأ محمد زياد العوف عبر المطار متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي يحمل جنسيتها. وتم نشر صورة لمحمد زياد العوف وهو على متن الطائرة أثناء مغادرته إلى الولايات المتحدة الأمريكية برفقة عائلته. وبحسب معلومات النهار أن العوف قد توجه مباشرة إلى مطار بيروت بعد خروجه من السجن، وذلك قبل تنفيذ إشارة النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بمنع سفر جميع المخلى سبيلهم. وأضافت المصادر أن العوف هو أول من أخلي سبيله، وعندما تم التأكيد على خروجه من البلد وضعت إشارة منع السفر على الأشخاص الآخرين المخلى سبيلهم. وبدوره أكد نزار زكا رئيس منظمة مساعدة الرهائن الأمريكيين خلال اتصال عبر برنامج الحدث على قناة الجديد أن محمد زياد العوف قد سافر لإجراء فحوصات طبية بطلب من السفارة الأمريكية. بس حسب ما بعرف أنه السيد زياد العوف أحد الأشخاص اللي تم إخلاء سبيله، وبناء على ذلك بعتقد عم يعمل فحوصات طبية حاليا، سافر ليعمل فحوصات طبية. هو ما كان بده يضل هون، بس صار في ضغط عليه أنه لازم يروح يعمل فحوصاته، رح يعمل فحوصاته ويرجع. يعني بده يعمل فحوصات، يعني كان هذا الطلب أنه بيعمل فحوصاته بالخارج ورح يرجع على لبنان، يعني سفره كان مشروط. يعني الدولة الأمريكية هي المهوية، هو ما كان بيدو هني بدهم يعملوا فحوصات، كل واحد بيكون باعتقال تعسفي بعد مرحلة معينة بيطلبوا منه يعملوا فحوصات ويجوا عليه يشوفوا إذا كل شيء منيح. هو صار له سنتين أو ست أشهر موقوف، بعد هالمرحلة ده طبيعي بده يعملوا فحوصات، ولما يخلصوا هو بده يرجع. هو ما كان بده يروح أصلا، بس الكل ضغطوا عليه حتى يروح يعمل. ما كنت معهم أنا ولا بعرف، بس بعرف أنه سافر طريقة طبيعية، يعني بعد المطار بطريقة طبيعية، مثل حيالله شخص ظهر تم الإفراج عنه، حمي حاله سافر وبده يرجع. يعني هذا كل شيء هو بده يعمله. يعني أنا بعرف هالشيء لأنه هو بعرف أنه ما كان بده يسافر، كان بضله. ويذكر أن مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون الرهائن روجر كارتنز قد لعب دوراً في مسألة إطلاق سراح العوف، إلى جانب السفارة الأمريكية في بيروت ومنظمة هوستج إيد وورلد وايد.